حبايبي أصدقائي، مساء الفل للجميع. قبل الإسلام كان فيه المعلقات، كانوا 7 بعدين قالوا 10 معلقات. مالنا بهذا السؤال؟ هذا اللي قبل الإسلام شو كان فيه ثقافة مثل عمرو بن كلثوم اللي قال العنفوان العربي، مثل عنترة العبسي، مثل امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، وقبل شعراء الصعاليك. يعني نشوف مثلا امرؤ القيس اللي حط المعلق اللي بيقول قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، لسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هيدي كل كلمة إلى معنى. نشوف عنترة، عنترة العبسي أو عنتر بن شداد، فكتب أجمل ما يكتب عنا معلقة بإلا ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. طبعا هاي العظماء الرحابني غنيت فيروز. إذا فيروز ليش بقت الملاك؟ شوفوا من نام بدأت شو غنت. طيب منشوف كتير أشعار مش أخي وديع، حتى كلهم القدماء يعني المصريين. يعني أم كلثوم ليش اسمها سيدة الغناء العربي؟ نعم صوت عريض مليان كامل كمال إلى الله، خصبه جميل، لكن ثبتت لأنه غنت أجمل كلام قال في اللغة العربية، وتسابق كبار الملحنين على هذا الصوت. طيب أم كلثوم من 40 50 60 سنة إلى الوراء هي سيدة الغناء العربي في النساء، ما كان في غيرها في كتير، لكن هي سيدة الغناء العربي. الحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول إلى القمة فعلا، وبكل بساطة بده إنسان اللي بدك منه بده منك، في مثل عربي عنا بسيط عامي، اللي بتريد منه شيء بده منك كمان شيء. فالصوت بده ينتبه له الواحد وينام كويس، وما يحقد حتى ما ينام من غير حقد على حد، حتى ينام يرتاح، لأنه النوم مهم كتير من غير حقد. بس إذا كان واحد نايم وفي بأفكاره أشياء، كله هذا بيعطل على الصوت وعلى غير الصوت وعلى أشياء كتير كتير. والحمد لله بعدين نعمة الصوت هي من عند الله الموهبة، إنما هالموهبة هذه حلو كتير لهدية الخالق عز وجل إنك تحافظ عليها كمان، إنه ترعاها كمان مع الخالق. قولي أحبك واكذبي يا من عطشت لتشربي، بهواك كم من عاشق طول الحياة معذب. قولي أحبك واكذبي يا من عطشت لتشربي، بهواك كم من عاشق طول الحياة معذب. حملتني ذنب الغرام ولم أكن بالمذنب، وأسرت قلبا طيبا رفقا بقلب طيب. لا تلعبي بمشاعري يا حلوتي، لا تلعبي بي أحبك يا من عطشت لتشربي، بهواك كم من عاشق طول الحياة معذبي. غاب عني مثل نجم قد مضى من ليلتي، كان نورا يبعث الآمال يحيي ظلمتي، كان حبي وحياتي، كان دنيا جنتي، كان حبي وحياتي، كان دنيا جنتي، كيف أحيا بعده، بل كيف أنهي قصتي. مغنى ومعنى، أو معنى ومغنى. وبعدين الصوت المختار حتى يؤدي الكلمة الحلوة
والكلمة الجيدة باللحن الجيد وبلكم في أداء وصوت حلو. هذا كانوا مجتمعين بكتير فنانين كبار رحلوا رحمة الله عليهم، مثل السيدة أم كلثوم وهي خالدة، والأستاذ الكبير عبد الوهاب أستاذ الجميع وهو خالد أيضا، وغيره وغيره، والسنباطي وغيره، وكلهم هؤلاء جماعة كانوا يتكلوا على الكلمة وقبل ما تتلحن، فاللحن يلحق الكلمة الحلوة بس بقوى اللحن، يعني طبيعيا اللحن رح يجي جميل بعد الكلمة الحلوة. يعني أنا هذا رجل ملحن مثلا، كلام مش منه حلو بسفسف بيطلع ما بلحنه، ما بلحنه خالص ولا بفكر فيه، حتى لو غير الشاعر أخوي الصوت كمان لازم يكون يؤدي. ما فيش عندنا معهد أداء في البلاد العربية كلها، معهد للأداء والغناء ما فيش، في معهد للموسيقى، معهد للنوتة، معهد للعزف، معهد، لكن الكلمة متبرعة. الشعراء ما عندهمش معهد كمان، بس في شعراء الحمد لله توزيع والهارمونيات اللي بيعملوها هي تمثيلية، مثل اللبس، واحد شو بيقولوا لهيدا مثل الموضة، لذلك الأساس البنائي هاي الأساس. يعني عليك لو عمرت 50 طابق على هذا الأساس تقدر تعمر عليه 50 طابق لو مسموح مثلا، بعدين بعد طوابق الكل 50 بدك تغير شبابيك، بتغير، تغير حيطان، بتغير، بدك تغير لون البوية، لون الألوان، كذا، كله هذا بتغير، لكن الأساس ما بتقدر تغيره لأن الأساس هو الأساس، فلازم يرجعوا للأساس، يكون الأساس طيب. ما هذا الأساس لما بتعمل الكلمة وبتعمل اللحن وبتجيب إنسان غير مؤهل يكون صوته كويس وأدائه كويس، صفى الأساس عايب، أصبح البناء هي ما بتقدر لا تعليها ولا تغيبها، بدك ترفضها من تحت. لازم في أزام الأول الكلمة الجيدة تكون كلمة جيدة عظيمة ومراقبة من قبل الدولة، الغناء مراقب لأنه الشعب ضحيتنا، نحن مسؤولين عنه والحكومة هي مسؤولة عن الشعب، الشعب بيسمع شو ما كان، لكن طبعا بعدين بيفرز الشعب الشيء الرديء مثل البحر، الشعب ما بيتكذب عليه إلا لمدة قصيرة، يعني بيساير لمدة قصيرة لكن مدة طويلة بينفضح. إذا أعماله الإنسان ما فيها أساس بينفضح الشعب، بيفضحه اللي بيطالعه هو الشعب وينزله الشعب. لذلك بتلاقي بعض نمر بتغدي سنة سنتين بعدين بتدوب. سلام الله عليكم أصدقائي جمهور العم يسمعنا، وإلى اللقاء، إلى الخير دائما إن شاء الله. شكرا شكرا.